مساء الخير على متابعينا ومتابعي أخبار ميديا من كل مكان. معكم النهارده من داخل محافظة سوهاج. شنط المدرسة هترجع جديدة زي ما كانت على يد وائل دكتور الرياضة زي ما بيقول على نفس محافظة سوهاج. عم وائل ورث الحرفة دي عن والده من 23 سنة تقريبا، عمره النهارده 44 سنة، بيشتغل في المحل أو المكان اللي احنا موجودين فيه أكثر من 12 ساعة. طبعا احنا على دخول المدارس حاليا، كل عام وحضراتكم طيبين، والإقبال على تصليح الشنط والأحذية كبير. هنكون معاكم في بث مباشر على أبو كبير ميديا نتابع في تصليح الشنط والأحذية، استقبال للدراسة، شراء مستلزمات الدراسة وزي المدرسة أيضا. تابعونا. يا اهلا وسهلا، شرفنا. انت طيب، الله يبارك فيك. الحمد لله تمام، الحمد لله كله، عشان موسم المدارس كله اللي جاي يصلح. الحمد لله احنا عندنا شغل كتير. تعال بص كده، بص كده شغل كتير اهو. الناس بتيجي سايبهولي نصلح الشغل، شنط كله ده شنط. الحمد لله الحمد لله، اتعلمتها من والدي. فتح المحل ده من زمان، من سنة 70، واحنا والدي الحمد لله معروف ومحبوب، عم فؤاد مع الناس كلها، والناس كلها عارفاه على مستوى المحافظة، يعني مصاش كلها معروف عم فؤاد. أنا 44 سنة، يعني 17 سنة بالظبط، 97. وطورنا فيها وحدثنا، وشغالين شغل كويس، وبنصلح الحاجه وبنصلح الجديد والقديم. لو في اي حاجه بنصلحها وبنرجعها تاني بالظبط. كل بتلاقي ما بتترميش، بنصلحها بتبقى زي الفل. بالظبط. اما احنا الحمد لله يعني بنصلحها باقل تكلفه ونوفر على الناس. احنا دي كان بايزر، ركبنا لها جرار سوسته. ده ماشي، ده ما نسيتكش شغال فيهم. ركبنا لها جرار سوسته، ولما نرمي الشنطه ونغير سوسته مثلا، ركبنا لها جرار سوسته، بنعيد لها عمليه تاهيل. كل ده هيتظبط وتصلح، ودي احنا شغالين والحمد لله تمام. حصل فيها اصابات قبل كده، الابره دخلت في صابعي كده، وتعوير سكينه مقص، بس الحمد لله ربنا بيسترها معلومة العيش، ربنا بيسترها بيوضح معانا. تمام. طبعا. تعلمنا الاصابات دي الحمد لله تمام، تعلمنا من اخطائنا، لازم تعلمنا من اخطائنا ان احنا نعمل حاجه. من زمان، من جميع القرى والمراكز، من جميع القرى والمراكز، والحمد لله. من مراكز ولاد عزاز والمنشيه، وخلي بالك انت ودم والعصيرات وكله، الحمد لله. ومحافظه سوهاج كلها الحمد لله في عندنا، الحمد لله. الله يبارك فيك، الحمد لله. شنط واحذيه وشنط سفر وكل حاجه بنصلح. ركبنا لها جرارات سوسته، ولو سوسته بايظه بنغيرها، ركبنا لها جرارات سوسته. اتفضلي هات الشنطه كده الثانيه اللي وريها لك، غيرنا ليها السوسته عشان توريها للاستاذه. دي كمان هنا سوستها مكسره، الجرارات بتاعتها مكسره، بنغير لها الجرارات، بنركب لها جرارات احسن من كده. يعني دي خساره ان هي تترمي، عيبها عيبها ان هي جرارات السوسته بس، فبنغير الجرار بتاع السوسته. المفروض هي تتفتح، بس احنا عشان شغل على السريع كده. ف الحمد لله تمام. نركب لها جرارين سوسته زي كده زي الفل، بتشتغل تمام.
ترجع جديده ان شاء الله زي ما كانت الاول. اه ان شاء الله ممكن نشوف الشغل بسرعه شويه. اه طبعا عشان خاطر الجزائر المصلحه والزباين اللي بتمشي عايزه كلها دي. الحمد لله لا مفيش كل حاجه تمام فينا السفر احذيه جزم. اه الحمد لله الله يبارك فيك والحمد لله الله يبارك فيك ان احنا نتشرف والله الله يبارك فيك. معروف محلنا شارع الصاغه الجبليه. اه حضرتك صورت كده شارع الصاغه الجبليه البسليه محل عم فؤاد وابنه هاليافطه موجوده كله بيجي تمام هنا ومركبين لها السوسته. ادي كده السوسته اللي احنا عملنا بعد كده تاني. اه احنا لسه هنخيطها وعملنا لها السوسته هنا. يعني السوسته دي كانت بايظه ركبنا لها سوسته جديده بخياطه من سحريه من الداخل كانها لسه ولا كان فيها اي حاجه تمام التمام. عملنا لها عمليه تاهيل من زي الفل تتغسل وتروح بيها شنطه عادي. طيبة يشرفوا يشرفونا في اي وقت تحت امرك. انا اسعد زي ما شفنا مع حضراتكم النهارده تصليح الشنط استعدادا للدراسه. كل عام وحضراتكم طيبين وبالف خير. كنا معاكم من داخل محافظه سوهاج ومعانا عم وائل اسطوره تصليح الشنط شغال فيها من 23 سنه. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء في بث مباشر اخر من داخل محافظه سوهاج. مش مستوية يعني جاي حتى أقل.